أهلا يا فندم سامي، أهلا بيك. إيه الجريمة اللي ارتكبت يا فندم وبالتالي ناخد قرار كمجلس أعلى تنظيم الإعلام لمحاسبة، وهل الموقع ده عنده موافقة ولا ما عندوش موافقة يا فندم؟ عندي سلسلة من الجرائم والمشاكل، وإحنا زهقنا وتعبنا مع هذه المحطة وأنظرناها أكثر من مرة، ولدينا فايل وسجلات وصبرنا على كل اللي عملته وما فعلته كان كثيرا وابتزاز. يعني انا اعتقد انه ما كان يمكن اطلاقا ان يتم الصبر على هذه المحطه مثل ما حدث في مصر. حضرتك بتتكلم على ال تي سي؟ ايوه اللي هي اوقفتوها النهارده. لا اوقفناها النهارده. طيب بتقول ارتكبت جرائم. ارتكبت كثير من المخالفات وصبرنا وانظرنا وطلبنا منها ان هي تكيف نفسها من جديد، وقلنا لها من فضلك يعني بلاش هذا الابتزاز، وصدر بحقها يعني عاوز اقول عده قرارات، فايل كامل موجود احنا سنتيحه لكل مواطن يريد ان يطلع علشان يعرف نحن بنتخذ قرار اي قرار. النهارده انا مفاجئ وسعيد لان 57 النهارده قد ابرئ ساحتها 57 طبي حضاري عظيم واتهم بالفساد واوقفوا عمليات التبرع لهذا الصرف، وطلع النهارده تقرير وزيره الشؤون الاجتماعيه ان هي قالت ان كل الجهود التي تمت في هذا الصحة الطبي العالمي ليس فيها شائبة، ليس فيها شبهة انحراف، وان كل العمليات التي تمت بشرف وامانة، وان نسبة الاعلانات اللي جات والحصيلة الاعلانات اللي كانت موجودة في حدود المعقول. طب انا عاوز اعرف هؤلاء بقى اللي هدموا وقالوا ان هذا المستشفى العظيم مليان انحراف وانهم سرقوا وكادوا اوقفوا بالفعل التبرعات، سيد التبرعات لكذا يصل الى هذا المستشفى. ايه بقى ما مصيرهم؟ ما الذي ينبغي ان نفعله؟ وقلنا لهم يا جماعه انتوا اتكلمتوا كتير وقلتوا كتير ومن حقكم ان تتفهموا، لكن على الاقل عندما تصل الامر الى انهيار هذه المستشفى ووقف التبرعات، ودي مستشفى للجميع للفقراء، وان وبتصرف وبتشتغل طبقا لاحدث الاساليب العلميه، يقوم يتم ان احنا نرمي عليها كل هذا الركام وكل هذه الانتخابات وبجراه شديده. واحنا لمجرد فقط نحن قلنا يا جماعه انتوا اتكلمتوا كتير من فضلكم وقفوا هذا الكلام انتظارا للتحقيق بيننا، وتقال ان احنا احنا بتوع البذنجان. احنا بتوع البذنجان لاننا دافعنا عن مستشفى عالمي وصحه طبي كبير يؤدي خدمه مجانيه لمرضى الاطفال من السرطان، وقلنا من فضلكم انتوا اتكلمتوا وقلتوا كل ما عليكم كفايه كده لغايه لما يطلع التحقيق. هذا كل ما قاله المجلس الاعلى. كان نصيبنا هذا الركام وهذا السخاف، اكثر ناس حماسه لحريه الراي واكثر ناس حماسه لحريه التعبير، واحنا ما بنغلقش الطريق لحريه التعبير، احنا بنتكلم عن مفاهيم اساسيه حرفيه مهنيه ملناش علاقه بالسياسه. نقول يا جماعه ما تقولش خبر كاذب، ما تقولش حقيقه ما انتش متاكد منها. يا جماعه راعوا تكافؤ المصالح في المجتمع، راعوا الضرورات اللي موجوده. اتقال ان احنا لا مؤاخذه يعني من ضمن اللي اتقال ان احنا قوانين راي وان احنا بنتسطر على الفساد. انا مش عارف الناس دي وش شايف فين النهارده، وانا النهارده سعيد سعاده لا نهائية بأن هذا الطرح الطبي قد أبرأت ساحته على هذا الوجه، وأتمنى أن لا يكون درس لكل الذين يصطنعوا شجاعة كاذبة
باسم الشجاعه الادبيه وباسم النقد يهد صح طبي ويحكم حكم وهو ليس لديه الادوات التي تمكنه من هذا اليقين الكاذب. طب انت عندك ادوات، عندك جهاز، عندك امكانيات فحص، اتهم وقول، بس توقف، مش شهدم، قول والله انا في انتظار التحقيق. انما ان تتمادى وتصل الى هذا الحد الذي يوقف سيد التبرعات ويشكك في ذمه مستشفى عظيم يؤدي خدمات هائله له سمعه عالميه عظيمه بهذا الدرجه الكبيره من السفاهه مش الشجاعه، دون ان ينتظر احتمال ان تكون هناك خطا، احتمال ان يكونوا شرفاء.